أيضا كان هناك مجازفة أخرى من خلال مشاركتها في مسلسل النهاية وتقديم سيناريو مختلف غير المتعارف عليها. عشان لو عرفت إنك بتكذب عليا رد فعلي هيبقى وحش بكتير. أنا اتبسطت قوي إن هو برضو مسلسل النهاية عمل ضجة في رمضان والناس حبته، لأن دايما بيبقى أي نوع مختلف كل الناس القائمين على المسلسل بيبقوا خايفين، لأنه ما كانش فيه النوع ده من المسلسلات موجود إن يبقى نهاية العالم أو خيال علمي أو روبوت أو ده. فبيبقى فيه في الأول أو الشكل الممثلين كده ولبسهم كده والشكل ده كله ما بتبقيش عارفة الناس بتتقبله إزاي، بس الحمد لله الناس حبت المسلسل جدا. فأنا بحب دايما أجازف، بحبش دايما أعمل حاجة ضمن نجاحها. طبعا الشغل مع نجوم كبار او في افلام ومسلسلات كبيره معاهم بتبقي مستريحه، بس دايما لما بتاخدي ريسك في شغلك وبينجح او حتى لو فشل بتبقي اتعلمت منه، بس لو نجح بتبقى حاجه احساس حلو قوي. امشي امشي، روح لها روح لها، امشي اطلع بره. انت ما خسرتنيش بيتي وعيلتي، بس انت خسرتني نفسي وضميري. انا بعت الناس، بعت كل حاجه عشان خاطرك. ليه عملت كده من غير اي سبب وبدون اي مقابل؟ بعت ضميري. يلا امشي امشي اطلع بره. نهت شاركت في العديد من الاعمال سواء الدراميه او السينمائيه مثل احكايه شهرزاد وحرام الجسد وايضا مسلسل السبع وصايا وسرايا عابدين. فمع اختلاف هذه الشخصيات والأدوار هناك عوامل تنظر إليها ناهد لاختيارها الأدوار التي تقوم بها. بس كتير بتسأل السؤال ده، إن إيه الشخصية اللي عايز تعمليها؟ ممكن تبقى فيه مثلا، تعالي نقول مثلا شخصية لو هتبقى شخصية عامة، أي اسم من الأسامي. أنا نفسي أعمل شخصية تاريخية معينة، نفسي أعملها لو هي مش مكتوبة كويس مش عارف أعملها. لو نفسي مثلا أعمل مثلا دور واحدة مثلا زي عامية مثلا، ده تشالنجينج جدا بالنسبة لأي ممثل، بس لو الدور مش مكتوب حلو مش هبقى حابة إني أعمله. يعني دايما أكتر حاجة بتشدني لأي عمل بعمله المخرج أبقى أنا نفسي أشتغل معاه، وأنا حلم حياتي إن أنا أبقى أشتغل مع المخرج ده. والحمد لله معظم المخرجين اللي كان نفسي أشتغل معاهم اشتغلت معاهم، ومش مرة واحدة كمان. مفاتيح المحل يا عم. مفاتيح المحل؟ أدي مفاتيح المحل. أوعي والله لو اوريكم. اقرب مخرج لقلبي استاذ يسري طبعا، واستاذة كاملة يعني، وكلهم طبعا، بس عشان اشتغلت معاهم كتير ودايما في حاجات بيحطوني في حته مختلفه عن اللي قبلها، ذات غير دوري في يوم للستات خالص. اقعد عند اهلي، هو اني مش بنتهم ولا ايه؟ ولا هو يعني منهم بياخدوا منه فلوس وفلوسه فاتحه بيتهم؟ لكن يا اختي ملعون ابو الفلوس، ملعون ابو الفلوس اللي هتذلني كده. فبتبسط جدا لان الستات بقى هي استاذه كامله شايفاني في الحاجات دي، فده بالنسبه لي حاجه كبيره. والمخرج لما بيشتغل مع الممثل كذا مره بيبقى الموضوع حقيقي مريح جدا، وبتبقي خلاص عارفه ازاي بتتعاملي مع المخرج، وازاي بتبقي عارفه تبقي انت كويسه دلوقتي او انت مش كويسه، او 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 او, أو الشغل اللي هي الكيمستري عموما هتبقى عامله ازاي. فدي حاجه انا بحبها جدا، بس هو طبعا اقرب حد ليا يعني اكيد استاذ يسري. الحمد لله قبل ليلى عيطت، انت كسبتي يا وليا. بس يعني مش كان خد ستي وساب لي امي على اني اما من نعمه ربي لو وقع تحت ايدي لفرمهم.